10 وزراء للدفاع والخارجية من 5 دول أوروبية يجتمعون في باريس لتحديد حجم المساهمة الأوروبية عسكريا في دعم التحرك العسكري المرتقب لقوات مجموعة غرب أفريقيا في مالي. الوزراء الأوروبيون اتفقوا على إرسال بعثة من 200 عسكري مع جنود لحمايتهم ستتولى مهمة تدريب القوات الأفريقية بالتوازي مع وضع خطط للقصف الجوي. سنطلب من مختلف الدول الأوروبية تقديم دعم للتدريب فنيا وماليا. الأمر لا يتعلق بعملية تهم دولة أو دولتين في أوروبا، بل كل القارة الأوروبية، وهذا جزء من سياستها للأمن والدفاع. الدعم الأوروبي سيكون تقنيا واستخباراتيا أيضا. أما التسارع المسجل في الأجندة الدبلوماسية الأوروبية فتوحي بأن الحرب في شمال مالي باتت وشيكة. في مالي توجد مشكلة تهم أولا أفريقيا وكذلك كل أوروبا، وتتعلق بالإرهاب. نعم، بالإرهاب وكذلك المخدرات، وكلاهما استقرا في شمال مالي، وهذا سيكون له عواقب وخيمة على كامل أفريقيا وأوروبا. أما ألمانيا فقد بادت مصرة على التخلص من المتشددين في شمال مالي، فبرلين وكباقي الأوروبيين ومعهم الأفارقة باتت ترى شبح القاعدة على أبواب أوروبا. هذا الوضع لا يهم أفريقيا وحدها. في شمال مالي يكفيهم عبور الحدود ليصلوا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط. غير أن ألمانيا ومعها الكثير من البلدان الأفريقية والأوروبية تدرك أيضاً أن الحل العسكري قد لا يكون وحده كافياً لإعادة الأمور إلى نصابها في مالي. يجب إطلاق عملية سياسية من خلال الحوار بهدف الوصول إلى توازن بين الشمال والجنوب، لأنه من الواضح أن العملية العسكرية وحدها لن تجلب الاستقرار لشمال مالي. وتعول مجموعة غرب أفريقيا على أوروبا لانتزاع ضوء أخضر من مجلس الأمن الدولي يسمح بالتحرك عسكريا ضد الجماعات المسلحة التي تحتل شمال مالي. وسيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 26 من شهر نوفمبر الجاري للنظر في طلب أفريقي يسمح بإرسال قوات أفريقية إلى مالي وطرد الجماعات المتشددة من الشمال. ويأتي الاجتماع الأوروبي بعد قمة أبوجا الأفريقية التي اقترحت إرسال قوة مقاتلة قوامها 3300 جندي أفريقي إلى مالي لمدة عام لاستعادة شمال البلاد.